ضربني وبكى وسبقني واشتكى. هايم هارون العم بتطالب بحق اليهود العرب يلي أخدتن الوكالة الصهيونية على فلسطين بعد النكبة عن طريق أبرص يلي بسموها أرض الميعاد. طب يا حنوني يا مقلب رقيق، شو بالنسبة للست مليون فلسطيني ولا بعرفش قديش صاروا يلي انطردوا من بيوت وانطردوا من أرض واللي انعمل فيهم مجازر بسنة 48 وهلا موزعين على كل الدنيا وبمخيمات اللجوء؟ هدول شو وضعن؟ مين بيعطيهن حقن بحق العودة؟ طب خلي إسرائيل اللقيطة يا مهارون الرقيقة ترجع الفلسطينيين اللاجئين على وطنن، ورجعوا اليهود العرب عند مهارون، وبلاش تزوروا بالتاريخ وتقولوا إسرائيل طول عمره اسمه فلسطين. منين جبتولي اسم إسرائيل؟ وكيف إلن حق ببلدنا وإلن حق ببيت جدي يا ام هارون؟ ومين عطاك الحق؟ ولا بدك تعملي لي فيها انتداب تاني مثل بريطانيا لما عملوا انتداب على فلسطين؟ خليني ساكت احسن. طيب ما هن اليهود العرب كمان كانوا اقليات ببلادكو وطلعوا بارادتن رايحين على ارض الميعاد، يعني احنا اللي صار فينا بلاوي؟ يعني جد ما لحقش يلبس الحفاه لما هجموا الصهاينه، وأنا بدي أرجع عبيت جدي وعلى أرض جدي وأحوش الزيتونات اللي زرع عن جد جده لجدي قبل 2000 سنة. هاي إذا بعد يطلعوا زيت وزيتون يمكن برغل معش يطلعوا بعد ما مصوا دم وهجروا صحابن، وبعد ما بدلولنا الأرض بمخيمات وبدلولنا شجرة الزيتون بالإنروة وبدلوا الزيت وبدلوا الزيتون بالبرغل والعدس والرز، ومش بعيد كمان يلغوا الانروة عشان ما تضل شاهد انه نحن لاجئين وقلنا حق بالعودة. شو رأيك يا أم هارون؟ وكيف بدنا نحلها ونرجع 6 مليون لاجئ فلسطيني على فلسطين؟ وخلي كل واحد ياخد حقه، والله يهني سعيد بسعيدي. ولا أنت رفع شعار ضربني وبكى وسبقني واشتكى زي ما قلت بالأول؟ إذا كان في حدا إله حق فنحن أصحاب الحق، وإذا كان صاحب الحق سلطان فنحن أولاد السلطان، ورح نرجع يوم من الأيام، رح نرجع يوم من الأيام.